اهلا بكم اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب مكان صعب قوي قوي واسمه الصحراء والعواصف اكيد، وهو دور صعب قوي. وبس الفيديو اللي انا عملته في الاول ده كان الجزء الاول بتاع المكان، ده الجزء بقى التاني بتاع المكان، وهوريكم ازاي تكسبوا. الصحراء عاصفة زي ما في المعتاد، بقول نختار المهارة المناسبة ليك، اختار السهم الأمامي، هي جامدة قوي. ستين جنيه دول من حقنا، كلها من حقنا. دول بيحتفوا كتير قوي، بيحتفوا. طب يعني مش للصعوبة دي، للدرجة دي صعوبة؟ مش للدرجة دي. معرفش هو ايه البتاع ده، منهار بيضرب على الهوا. يا نهار، كل دول جوا عليا. موتوا بقى، انتوا جالسين. اخيرا موت واحد منهم الغلس ده، مش للدرجة دي كده، في دور اتنين يعني اكثر كده. خلي بالكم لما يعملوا النور ده الاحمر، معناه ان هما يضربوا عصيف، يضرب عاصفة قوية، كرة عاصفية. اختار دي تلج، احتمال ده يكون ملاك. اختار التعايفة، التزاد. بس ده ايه ده، عنكبوت ده؟ ده بيحذف عواصف. ده مين؟ لا، احتمال يكون بيتحكم. من الاشكال اللي زي دي، مرة جربت قبل كده واحد لقيته خدعني. اوعى تدوسه صح لانه بيخدع. بيضحك عليك عشان تخلص الفلوس بتاعتك من بابا، احتمال يكون بيضحك عليكو. بس انا مرة جربتها ضحك عليا. خدوا بالكم انتوا طبعا عن كل قطع شكر، هي كل الفلوس دي من حقنا وخدنا فلوس كتيرة. هيلثي زاد اكتر من المعتاد، هي كل دي شوك. دول الوحش، دول الوحش بيحدف على الوحش. طب ازاي يعني؟ كل اتجاه انا بمشي بيجي عليا. قربت اخسر. لا بقى، اوعى تلمسني. زاد هيلسي.
لا لا، الدرع الدرع. نخرج. التعابين دي بس قوية أوي، بتقلل الهيلث كتير. صعبة. كده دي بتعمل ايه؟ دي بتطلع كهربا. بعيدة عني ربي. لا مش هم اللي بيحرفوا كهربا، في كائن غريب كده بيحرف كهربا. يا ربي جبنا فلوس كتير قوي، بس هعمل قطري كأنه قطار. بعيد عني. لا بقى تعبين تعبين، وحاجات بأشكال مختلفة. ايوه كده. بصوا يا جماعة، انا هقف هنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى لايك، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني. وسلام.